وعلى رأسها السيد عامل صاحب الجلالة الإقليم سيدي قاسم على الدعم المادي والمعنوي. خلدت أسرة الأمن الوطني بالمنطقة الإقليمية بسيدي قاسم على غرار بقية زملائهم عبر تراب المملكة من طنجة إلى الجويرة ذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة للاحتفاء بهذه المؤسسة الوطنية التي أثبتت على الدوام يقظتها ومهنيتها العالية في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين. الحفل الذي ترأسه الحبيب نادير عامل إقليم سيدي قاسم تميز بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين بالإقليم، إلى جانب ممثلين السلطات القضائية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وكذا مختلف المصالح الخارجية. كانت فرصة استحضر من خلالها السيد جمال يوسف رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وكذا مناسبة لاستعراض حصيلة مجهودات رجال حموشي على مستوى المنطقة الإقليمية بسيدي قاسم، وأيضا لتجديد العهد على مواصلة أداء الواجب المهني بروح المسؤولية والالتزام الراسخ بخدمة المواطن والتطبيق السليم للقانون بما يقتضيه الأمر من جدية وإخلاص، وكذا توفير كافة الظروف الملائمة للاستقبال وتقديم خدمات أمنية في المستوى المطلوب. وقد تمكنت هذه المؤسسة منذ تأسيسها في 16 مايو 1956 من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحدية الأمنية الكبرى. وفي الختام أسأل الله أن يعيد أمثال هذه الذكرى بالأمن والأمان على ساكنة المدينة، وأن يكون دائما أطر ومضاف هذه المنطقة الإقليمية بمختلف درجاتهم ورتبهم في مستوى الأمانة الملقاة على عاتقهم وفي مستوى واجباتهم المهنية وشعارهم الخالد الله الوطن الملك. حفظ الله مولانا الإمام جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاه ذخرا وملاذا لشعبه ورمزا لوحدة الوطن واستقراره، وأدام على جلالته نعمة النصر والتمكين، وأطال عمره وسدد خطاه، وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بسنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.